السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا سنة رابعة؟ عاملين ايه؟ معاكم ميس أماني محمود غانم، والنهاردة ان شاء الله هناخد مع بعض كونسبت 2 في يونت 3. كونسبت 2 اللي بيتكلم عن الفيول. احنا خدنا في كونسبت 1 الانرجي، وخدنا الانرجي تشينز، خدنا سلاسل الطاقة، وعرفنا ان معظم او تقريبا كل الانرجيز اون ذا ايرث منشأها او السورس الاساسي او السورس الاول بتاعها على الايرث هو ايه؟ الصن. طيب، عايزين نعرف النهاردة كونسبت جديد وهو الفيول. ايه هو الفيول؟ الفيول اللي هو معناها بالعربي كده الوقود. ايه هو الوقود يا ميس؟ It's any substance that produces thermal energy when it burned. يعني هي اي مادة، any substance، اي مادة that produces يعني بتنتج او بينتج عنها thermal energy، بينتج عنها ايه؟ طاقة حرارية. لما بيحصل لها ايه؟ when it burned، لما بتحترق. زي ايه يا ميس؟ الوقود او الفيول اللي احنا بنستخدمه في حياتنا بشكل يومي، اول حاجة طبعا الناتشرال جاز. الناتشرال جاز من اللي هو الغاز الطبيعي اللي بيبقى موجود دلوقتي في تقريبا في كل البيوت في مصر. بيدخل في البوتاجاز والسخان، او بيكون يعني هو الوقود اللي بيشغل، بيتحرق في البوتاجاز وفي السخان. فالناتشرال جاز يعتبر فيول بنستخدمه في حياتنا اليومية بشكل دائم. when it burned لما بيتحرق بيديني ايه؟ بيديني ثيرمال انرجي. الثيرمال انرجي دي بقى انا بستخدمها عشان اتدفى، اعمل وورمينج، او عشان كوكينج فود، اطبخ الاكل، او عشان حتى هيتينج ووتر عشان اسخن المية اللي انا هستحمى بيها، وهكذا. وايه تاني يا ميس من اشكال الفيول اللي احنا بنشوفها في حياتنا اليومية؟ برضو بنشوف اويل او الجازولين. الاويل او الجازولين اللي هو البترول او البنزين اللي احنا بنقول عليه بنزين، اللي هو بنحطه في العربيات عشان تمشي، ده فيول. الفيول دوت لما بيرند، لما بيتحرق، بيديني ثيرمال انرجي. الثيرمال انرجي دي بقى انا بستخدمها في حاجات تانية، بحولها لصور تانية من صور الطاقة اللي انا محتاجاها. من صور الفيول برضو في حياتنا اليومية الكول، الفحم. الفحم قلنا ان الفحم بيستخدم في حاجات كتير جدا، خدنا نبذة مختصرة عنه في الكونسبت اللي فات. وكمان ممكن ان احنا نقرب برضو استخدامات الفحم او استخدامات الكول في حياتنا اليومية، زي مثلا ما حد يروح يعمل حفل شواء ويحط كول كده في الشواية ويشوي عليها الفراخ واللحمة والحاجات دي كلها. فهنا يعتبر الكول لما بيرد، لما بيتحرق، بيديني ثيرمال انرجي. الثيرمال انرجي دي بقى انا بستخدمها في ايه؟ كوكينج فود، بستخدمها ان انا اسوي الاكل بتاعي، اسوي اللحمة واسوي الفراخ على الفحم. فالكول او الفحم برضو يعتبر صورة من صور الفيول اللي انا بستخدمها في حياتنا اليومية. يبقى تاني، ايه هو الديفينيشن بتاع الفيول؟ It's any substance that produces thermal energy when it burned. اي مادة بتديني او بتنتج لي طاقة حرارية لما بتتحرق. يبقى يعتبر الفيول ده هو كمان يعتبر source او resource of energy. طيب، احنا قلنا ان منشأ كل الطاقات على الارض او المين سورس اوف انرجي هي مين؟ هي الصن. تمام. طيب، احنا قلنا ان الفيول ده يعتبر important resource of energy، مصدر مهم، مصادر الطاقة. طيب، يبقى الفيول ده جه منين؟ لو انتوا مشيتوا كده تبع الانرجي تشين من كل الامثلة بتاعت الفيول اللي احنا خدناها دي، هتبصوا تلاقوا ان منشأها هي الصن. فتعتبر كده ان انا اقدر اقول برضو عن الصن ان هي the main source of thermal energy، هي المصدر الرئيسي للطاقة الحرارية that is produced by fuel، اللي بتنتج بواسطة الفيول. تاني، the sun it's the main source of energy on earth، وكمان it's the main source of thermal energy that is produced by fuel. لو جينا كده في activity number 2 نشوف ايه المعلومة او ايه الحاجة اللي احنا هنقدر نستفادها من activity number 2. هو ببساطة كده جايب لك ستوري صغيرة كده عن ولد مسافر مع مامته، وهيركبوا العربية، مامته واخته. بعدين اخته فجأة شافت المؤشر بتاع الفيول بيقرب من الزيرو، مؤشر الفيول بتاع العربية بيقرب من او بيشير ناحية الزيرو. فقالت لمامتها الحقي ده العربية will run of fuel، هتخلص منها الفيول. فجريت مامتها على أقرب بنزينة وحطت أويل في العربية أو حطت فيول. وبعدين سألت سؤال بتقول why does a car need fuel to move؟
ليه العربية بتحتاج الفيول to move عشان تتحرك. فكان الإجابة أو كان الرد من مامة الولد ده إن هي بتقوله the fuel burns inside the car، الفيول بيتحرق، burns يحترق، inside the car engine بيحترق جوه محرك السيارة، allowing the engine to rotate the wheels عشان يدي طاقة أو يطلع thermal energy. thermal energy دي بتتحول لكينيتيك energy، تبدأ إنها to rotate، تلف الويلز بتاعة العربية، الويلز اللي هي عجلات العربية. so without fuel the car will not move. وده لو انتوا تفتكروا في الترم الاول احنا خدنا الجزء بتاع ان في heat energy بتخرج من الانجن تتحول into kinetic energy، في thermal energy او heat energy بتخرج من الانجن اللي هو محرك العربية بتتحول لكينيتيك انرجي. كينيتيك انرجي دي بتنتقل باي البوشنج فورس، قوة الدفع للمحرك بيعملها على او act on the wheels، العجلات بتاعة العربية، فينقل الكينيتيك انرجي دي للويلز فتبدأ العربية انها تتحرك. هنا بقى بنكمل حتة قبل ما الكينيتيك انرجي دي بتاعتي اصلا تيجي، مين اللي بيكون سبب فيها؟ الفيول اللي بيتحرق وبيطلع لي ايه؟ بيطلع لي thermal energy. كل الفيول يا ولاد اللي بيتحرق او كل الفيول that burns produces thermal energy، بس استخدامات thermal energy دي بقى بتختلف على حسب ايه اللي انا عايزه منها بالظبط، ايه اللي انا عايزه من thermal energy دي بالظبط، فتبدأ تتحول لانذر form of energy. لو جينا كده نبص في activity number 3 بيديلك بعض الامثلة عن uses of different forms of fuel، استخدامات انواع مختلفه من الفيول. اول استخدام خالص cooking food، عشان نطبخ الاكل، زي ما قلت لكم الواحد رايح يعمل باربيكيو فواخد معاه شويه فحم او شويه كول حطهم في الشوايه وبدا يرص عليهم الفراخ واللحمه والكلام ده كله عشان cooking food، عشان يسوي الاكل. طيب ممكن نسوي الاكل عن طريق الفحم لو انا رايح اعمل باربيكيو، زي ما لسه قايله لكم كده، لو انا رايح اعمل باربيكيو، او ممكن لو انا حتى في البيت في البوتاجاز العادي خالص بستخدم الناتشرال جاز. اما الود الخشب ممكن برضو استخدمه، يعني الود ده برضو يعتبر فورم اوف فيول، شكل من اشكال الفيول، اللي انا لو عملت له بيرنينج، لو حرقته هيديني هيت انرجي، الهيت انرجي دي هستخدمها ان انا كوكينج فود، زي الناس اللي في الصحراء كده ما بتستخدم الود الخشب عشان تسوي الاكل بتاعها او كمان تتدفى او كده. نمبر 2 جينيريتنج الكتريسيتي، عشان اولد كهرباء. احنا خدنا برضو الكونسبت اللي فات، خدنا ان انا برضو عن طريق الكول الفحم بستخدمه في الباور ستيشن، محطات توليد الطاقة الكهربية، عشان يتحرق ويطلع لي thermal energy and kinetic energy، تبدأ انها to change into او convert into electric energy. يبقى بستخدم في generating electricity او توليد الطاقة الكهربية بستخدم الاويل البنزين او البترول والناتشرال جاز الغاز الطبيعي وكمان الكول الفحم. كل دول ممكن استخدمهم، كل محطة بيبقى ليها طريقة معينة في generating electricity، يعني مش كلهم بيبقوا في نفس المحطة، لا كل محطة دي محطة مثلا توليد كهرباء عن طريق الغاز الطبيعي، ودي محطة عن طريق الفحم، ودي محطة عن طريق الايه البترول او البنزين وهكذا. نمبر 3 warming، ان انا بستخدمه عشان التدفئة، warming اللي هي التدفئة، عشان نتدفى في الشتاء نستخدم الكول الفحم والود الخشب اللي هما يعتبروا forms of fuel. برضو من استخدامات الفيول operating all means of transportation، يعني بستخدمه عشان اشغل كل وسائل المواصلات، نستخدم بقى الجازولين او الغاز الطبيعي، زي ما ايه بنشوف دلوقتي في بعض الايه العربيات بتمشي بالغاز الطبيعي. الملحوظة اللي انا كنت لسه بقول لكم عليها ان thermal energy that is produced from فيول، اللي انا بنتجها من الفيول، ممكن استخدمها لاغراض مختلفة. يعني مثلا لو انا بستخدم الكول الفحم in cooking عشان اطبخ الاكل، عشان استخدمها في طبخ الاكل، فايه اللي هيحصل او الانرجي تشين بتاعتها هتبقى ماشية ازاي؟ اول حاجة خالص احنا قلنا المين سورس اوف انرجي اون ذا ايرث از ايه؟ ذا صن. يبقى هناخد اللايت انرجي فروم ذا صن تتحول انتو كيميكال انرجي، كيميكال انرجي دي اللي بتكون موجوده جوه الاول التريز الاشجار، وبعدين الاشجار لما بتموت وعلى مدار سنوات طويله من تعرض هذه الاشجار الميته لضغط وحراره بتتحول انتو كول، تتحول لفحم،
فيعتبر في عندي كيميكال انرجي ستورد ان ذا كول. بعدين الكول ده بقى لما اخده اعمل له بيرنينج تتحول ايه، تتحول الانرجي او الكيميكال انرجي اللي فيه انتو ثيرمال انرجي. الطاقة الحرارية اللي طالعة دي بقى بستخدمها ايه فور كوكينج عشان اطبخ. طيب لو انا بقى عايز استخدم الكول الفحم ان جنريتنج الكتريسيتي عشان اولد الكهرباء، فبرضو هنبدأ باللايت انرجي فروم ذا سان تتحول انتو كيميكال انرجي stored inside the trees. بعدين التريز دي تتحول انتو كول، تتحول لفحم، برضو هتفضل كيميكال انرجي stored inside كول، طاقة كيميائية مخزنة جوه الفحم، تتحول انتو ثيرمال اند كاينيتيك انرجي ان الكتريك باور ستيشنز. برضو لما بعمل بيرنينج للكول في الكتريك باور ستيشنز بيخرج لي الكيميكال انرجي اللي بتكون موجوده في الكول في الفحم، بتتحول لثيرمال وكاينيتيك انرجي. الثيرمال والكاينيتيك انرجي دولت بيتحولوا او كونفيرتد انتو الكتريكال انرجي الى طاقه كهربيه. الطاقه الكهربيه دي ترانسفيرد ثرو الكتريك وايرز، بتنتقل خلال الايه الاسلاك الكهربائيه. كل بوربس او كل غرض انا بحتاجه ببدا ان انا اشوف ايه الطريقه اللي انا عايز احول بيها الثيرمال انرجي اللي خارجه من الفيول ده للفورم بتاع الانرجي اللي انا محتاجه، سواء كان بقى ان انا عايز استخدمه كثيرمال انرجي كده زي ما هو هتدفى بيه او هطبخ الاكل بيه، او محتاج ان انا استخدم الثيرمال انرجي اللي خارجه دي ان انا احرك بيها حاجه معينه، احرك بيها شيء معين. فالشيء ده لما يتحرك يبقى هو كده الثيرمال انرجي تحولت لكاينيتيك انرجي، والكاينيتيك انرجي دي لما تتحرك تولد لي او جنريتس الكتريك انرجي بقى او ماجنتيك انرجي على حسب المكان اللي انا بحرك الحاجة فيه او طريقة الحركة والجهاز اللي انا بحرك. الدرس سهل جدا يا ولاد، مفهوش اي حاجة خالص. بكده نكون خلصنا ليسون 1، اشوفكم على خير ان شاء الله في ليسون 2 من كونسبت 2. ذاكروا كويس واستعدوا كده للامتحان اللي هيكون ان شاء الله اول يوم في شهر رمضان، وربنا يوفقكم. لو في حد بيحل من كتاب المعاصر وقف قدامه اي سؤال يقدر ان هو يكتبه لي تحت هنا في التعليقات على الفيديوهات على اليوتيوب، وان شاء الله باذن الله احله معاكم في اللايف اللي هنعمله بعد ما نخلص دروس كونسبت 2. اشوفكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.